زيت هنعمل عصير بقى. انت عصير. ليه محضره لنا العصير ده بقى؟ ايه فايدته يعني؟ اشتغلي واحنا اقولك العصير ده، الناس يا جماعه اللي عندها الانيميا او بيعانوا من نقص الحديد، ده قنبله، ده قنبله بجد. احنا هناخد الخلاط بتاعنا كده، مش هعرف اروح كده. اوكي بس نوسع على نفسنا كده شويه. انت هتعملي عصير ايه بقى؟ بصي يا ستي، ده عصير مكوناته حلوه جدا وسهله وفي كل بيت، بس ما تستغربيش. ايه بقى؟ هنستخدم الكرنب الاحمر. خلاص الكرنب ده طبعا من لونه كده كله حديد. أوكي. والياف وكبريت، حلو جدا جدا. أوكي. جدا بقى احنا هنستخدم السكينه بتاعتنا دي عشان تقطعيه. على فكره طعمه يا جماعه حلو جدا وهتدوقيه، وهستخدم معاه الفراوله. طبعا الفراوله انا برضو عينها في البيت، موسم الفراوله بيجي بخزن على طول في البيت فراوله، البنجر طول السنه موجود. الله، انا بس ليه موسم البنجر ده؟ لا ملوش طول السنه، صيف وشتاء. انا بس هحط دول كده. انا من عشاق البنجر. محتاجه شويه ميه لو امكن. شويه ميه لو امكن. اوكي هنحاول يعني ايه، عشان بس ايه، هاخد فراوله على حسب الرغبه، ممكن معلقه تانية اهي. اتفضلي. هناخد من الفراوله. احنا يعني انت حطيتي الكرنب الاحمر، استخدمي الصوص ابتا دي بالظبط، ومع الفراوله. والفراوله يعني احمر في احمر في احمر، اللي هي ولونه رائع، بيطلع وبيبقى ساقع كده. بس طبعا انا الفراوله بتبقى في البيت عندي متجمده، فبتبقى طالعه يعني كانه زي السموزي كده. تمام. والكرومب يا جماعه على حسب التست، ملوش مقدار. في انا بحب ازود شويه الكرومب في كل العصير. على حسب البنجر، يعني انا هاخد مثلا حوالي مقدار بنجرايه ونص. كل واحد على حسب الحاجه، يعني في ناس تقلل البنجر، في ناس. وهستخدم طبعا عسل نحل. مفيد ده لازم، لان هو من غير عسل، معلش بقى يا جماعه، بعد كده نجيب معلقه خشب او بلاستيك. اوكي اوكي اخد معلقتين كده. ماشي. لا يعني انا بشربه من غير حاجه خالص. اوكي عشان الفراوله بتخليه طعمه جميل جدا. بس ممكن نحط دول بقى خلاص، ما هيبقى في شويه ممكن نستخدم ميه، ولا كوبايه الميه اللي انت عايزاها؟ شويه ميه. ايوه اهي، نحط شويه صغيرين عشان بس يعني ما يبقاش خفيف. نضرب. اضربها قوي ولا اخليها قطع؟ لا عشان يبقى مستساغ. انا كمان يعني ممكن يتصفى وممكن لا، بس طبعا انت كل ما هتصفيه كل ما فوائده هتقل عشان الالياف. احنا ناخده كده بحاله. احنا ناخده كده كده. احنا خلصنا. وطعمه على فكره هيعجبك جدا. ثواني. المفروض بقى اللي عاوز يصفيه يصفيه، اللي مش عارف اروح النهارده. اللي مش عاوز هو ده. لا احسن نحل ده، هو حلاوته في اللي هي الحاجات اللي بتقرمشيها دي. يعني انا في لاولادي بصفيه.